بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت شفنا عملية الترحيل وإزاي أثرها على الحركات المرحلة، وإنه لا يجوز التعديل أو ما ينفعش التعديل على الحركات بعد الترحيل. المرة دي هنشوف حاجة تانية. ننقل البرنامج كالعادي. المرة دي هنأكد مسؤولية كل مستخدم عن البيانات اللي بيدخلها، يعني ما ينفعش السيد يعدل على البيانات مستخدم تاني، كذلك ما فيش مستخدم تاني يقدر يعدل على البيانات اللي السيد دخلها. يعني عندنا مثلا إذن إضافة اللي دخله سيد بدران، وهنا المستخدم سيد بدران اللي موجود دلوقتي حاليا على البرنامج، يبقى كده هيقدر ان هو يعدل في الإذن مدام مش مرحل. لكن في حالة الإذن المرحل مش هيعرف يعدل فيه تاني. الحاجة التانية واضح هنعملها، هنا مربوط الجزء العلوي في النموذج بالجزء السفلي اللي فيه الحركات، وقلنا إن الجزء السفلي بيتملى فيه بيانات بشكل تلقائي من الجزء العلوي. في حالة أي تعديل في الجزء العلوي، الجزء السفلي ده بيفقد الشرط اللي هو شرط التطابق فبيختفى، لكن بيظل موجود في الجدول. طبعا دي حاجة خطيرة جدا، يعني كده ممكن يكون عندك بيانات صرف لكن مش ظاهره في الفاتوره، لان بيانات الهيد بتاعها مختلف عن بيانات الفاتوره. عشان كده هنخلي ما ينفعش تعدل في الهيد بتاع الفاتوره في حاله وجود بيانات في الفاتوره. هنستخدم برضك اف وقبل التحديث. هنشوف اول حاجه هنا نفتح النموذج ده في وضعيه التصميم، نموذج الواجهه، اسمه الواجهة من غير نقط، والاسم كامل اللي هو اللي بتسجل معانا برضك، اسمه الاسم كامل، اسم الخلية الاسم كامل. نبقى هنروح هنا قبل التحديث، قبل التحديث هنعمل اول حاجة اللي هو المستخدم ما يعدلش الا على البيانات بتاعته، بقى قبل التحديث. دلوقتي هنا معمولة دالة اف موجودة، فاحنا قدام احد خيارين، اما ان احنا نحطها بعد إلس وبكده هيبقى في حالة عدم مطابقة الفاتورة، قاعدة الفاتورة مرحلة، مش هيظهر اي اختلاف، يعني مش هيظهر لنا رسالة تقول ان كمان انت مش المستخدم اللي من حقه يعدل، اللي دخلت البيانات فمن حقه انه يعدل عليها. لكن انا بقترح ان احنا نعملهم الاثنين مستقلين، يعني حتى لو كان مش هو المستخدم والفاتورة مرحلة تظهر لي رسالتين، واحدة منهم تقول ان الفاتورة مرحلة والتانية تقول ان انت مستخدم مختلف عن المستخدم اللي ادخل الفاتورة. يبقى هنقول اف، نشوف هنعملها ازاي. اف نكتب العنوان بتاع الخلية، لو ساوت عنوان الخلية زين، إلس إند إف، هنقول له يبص في النموذج فورمز اللي اسمه الواجهة الخلية اللي اسمها الاسم كامل، ويطبقها مع الخلية اللي هنا اللي موجود فيها الاسم، نشوف اسمها ايه، اسمها مدخل البيانات. مع مدخل البيانات، واضح ان اللغة بدأت تعمل لنا مشاكل.
حالة التطابق يعمل زين، وإلا يعمل إلس. نعمل الرسالة اللي المفروض ناخد حتى من هنا كوبي، وناخد كنسل إيفنت معانا، ونغير الرسالة بس. يبقى هنا بقول له لو في حالة التطابق إلس على طول، يعني مش هيعمل حاجة. في حالة عدم التطابق يظهر الرسالة تقول لا يمكن التعديل على مدخلات مستخدم آخر. لا يمكن التعديل. نشوف. نقفل. عندنا المستخدم الثاني اسمه محمود، وكلمة سر 456. نشوف. هنفتح إذن صرف. نروح على إذن صرف من الأذون الموجودة. احنا طبعا لسه ما عملناش حاجة تحت، هنروح على رقم فاتورة المحل لأنه مش مربوط معانا، ونحاول نعدل. احنا كده لسه ما عدلناش، احنا لسه في النموذج. نشوف لما نيجي نخرج قالك لا يمكن التعديل على مدخلات مستخدم آخر، كده مظبوطة معانا. لو عايزه ما يقبلش التعديل في الخلية نفسها، يعني هو كده أنا أظهر لي المشكلة وأنا بحاول أخش النموذج الجانبي أو النموذج الداخلي أو النموذج المنقسم، أو أحاول أتنقل من سجل لسجل. يعني هو بيقبل معايا، بيأكد العملية في حالة إن أنا بخرج من النموذج أو بتنقل لسجل تاني أو بقفل النموذج. لكن عايزه أول ما أخرج من الخلية لازم تعمل المعادلة على الخلية نفسها. يعني هو كده بيسمح لي إن أنا أخرج من الخلية، لكن ما يسمحليش إن أنا أخرج من النموذج، لأن الدالة اللي إحنا عملناها على النموذج. المهم في النهاية كده الدالة اللي إحنا عملناها مظبوطة، مفيش أي مشكلة. هناخدها كوبي وننقلها بباقي النماذج، بس طبعا نعمل كنترول زد هنا عشان نلغي التعديلات اللي احنا عملناها. ناخد الدالة اللي احنا عملناها، كنترول سي، وننقلها على باقي النماذج. يبقى الإضافة خلاص. طبعا احنا كده عملنا نص الجهد بس اللي احنا عايزينه، المفروض ان احنا نعملها في الجزء السفلي كمان. قبل التحديث الحركات الخارجية، لازال ممكن الوقت نعدل او نضيف على الجزء السفلي. عايزين نعملها هنا في الجزء السفلي بحيث ان هي ما يتمش التعديل او اضافة صنف او التعديل على الكمية الا من خلال المستخدم. هنشوف هنعملها ازاي. طبعا اسم المستخدم اللي متسجل معانا فوق هنا هو اللي متسجل معانا تحت. هي نفس المعادلة اللي احنا عملناها، بس اللي هنعمله هنا زيادة هو ان احنا هنزود عنوان مدخل البيانات. نحاول نظلل عشان نشوف الشكل الحقيقي. طبعا انت عارفين اختلاف اللغة هو اللي عمل معانا الاشكالية. خلاص نبدأ اف من هنا.
نموذج فورمز اسم الفورم اللي احنا موجودين فيه اسمه اذن الاضافة طبعا انا لغايه دلوقتي مش عارف اللي انا عملته ده هيدي نتيجه معانا مظبوطه ولا لا، بس نحاول، ولو النتيجه مش مظبوطه هنعرف نعمل تصميم ليها كده. نحاول نعيدها، واضح ان هيبقى شكلها مش مظبوط لان شكلنا هنا اتنين فورمز موجودين مع بعض. طيب نسيبها زي ما هي ونخلي التجربة هي اللي تحكم. احنا في اذن الاضافة دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، المفروض ان هو مختلف. مدخل البيانات اللي موجود معانا هو محمود، في حين ان الاذن معمول بالسيد. السيد هو اللي عامله. شوف هتظهر معانا السيد خطأ، لا يمكن التعديل على فاتورة مرحلة. طب ماشي، نشوف رسالة تانية فيها خطأ. طيب نحاول نمسح الشرط كامل ونعيد كتابته. جملة الشرط هنكتبها كاملة من رموز الأول، وبعدين نبقى نكتب التفاصيل الداخلية. دايما اللغة بتعمل المشكلة دي. أول مجموعة بين قوسين، أول قوسين بنكتب فيهم كلمة فورمز، وده طبعا مش هيعمل اي مشكله في التقسيم. المشاكل تبقى بعد كده. ونكتب في الثانيه فورمز، ما حصلش اي مشكله لسه. فورمز هنا فيها غلطه، ما حصلش اي مشكله. الفورم الاولاني اللي هو موجود فيه اذن الاضافه، الفورم الثاني اللي هو الواجهة، الواجهة في إذن الإضافة مدخل البيانات، في الواجهة موجود باسم الاسم كامل، بشكل النموذج المرة دي عن الشكل اللي فات.
نشوف التجربة هي اللي هتثبت. نعمل كنترول زد نخرج عشان نعرف نحفظ النموذج. نقفل النموذج ونحفظه وبعدين نروح إذن إضافة تاني. نروح على إذن ده مش مرحل. نحاول نعدل. لا يمكن التعديل على مدخلات مستخدم آخر. كده تمت المهمة بتاعتنا بنجاح. ناخد للكود من هنا كوبي كنترول زد عشان نرجع التعديل ونعدله حسب باقي النماذج. هنا الحركات الخارجية يبقى هنا بدل مدخل البيانات بدل فين اسم النموذج. واضح ان احنا اخدنا من مكان غلط، اخدنا الكوبي من مكان غلط. احنا واخدين من فوق، لا احنا بناخد الكوبي من تحت من النموذج الداخلي. الحركات الخارجية الحركات الخارجية. وفي الثاني إذن الصرف. نجرب في إذن الإضافة إن احنا نضيف هنا حاجة جديدة. ما قبلش. وهنا ظهرت لي رسالتين، رسالة بتقول إن الإذن مترحل والتانية بتقول إن مستخدم مختلف. إذن الصرف. بحاول اقفل بتظهر لي الرسالتين وبعدهم رسالة بتقول انه مش هيحفظ السجل. نقول نعم يقفل معانا على طول. نشوف ده كمان.
مفيش أي تعديل. نعمل الجزء التالي اللي هو عدم التعديل على الفاتورة في حال وجود أصناف في الفاتورة. في حالة وجود أصناف الجزئين دول مرتبطين ببعض، ساعة ما عملناه هنا عملنا الرابط اللي بيسجل معانا البيانات في الفاتورة الجزء السفلي، الرابط ده يعتبر شرط. فاكرين هنا لما عملنا الروابط، الرابط ده يعتبر شرط، المفروض البيانات اللي فوق في الفاتورة تطابق البيانات اللي قصادها في الفاتورة من تحت. في حالة ما غيرت أي جزء من فوق، الجزء اللي تحت كامل بيختفى، ما بيتمسحش، هو بيكون موجود بس بيختفى لعدم تطابق الشرط. الجزء اللي تحت بيختفى لعدم تطابق الشرط. عشان كده دلوقتي احنا عايزين نعمل كود نخليه ما ينفعش يعدل في الجزء العلوي حال كان وجود اصناف موجوده في الفاتوره حتى لو قيمتها صفر. شوف هنعمل ده ازاي. بس قبل ما نشوف هنعمل ده ازاي، هنبص على حاجه في القناه. دي صفحه القناه زي ما بتشوفوها. يا ريت بس نعمل لايك للفيديوهات عشان تنتشر معانا على اليوتيوب وتظهر معانا في وتظهر معانا بشكل متكرر. واللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك. يا ريت حتى لو كل واحد يشوف الفيديو ده يبدا يعدي على القناه. الفيديوهات الاولانيه اهم الاهم من فيديوهات في القناه. الفيديو مثلا لماذا تصمم برنامج موظفين، تفتح الفيديو وتعمل اعجاب او تعليقات. تعليقاتكم على القناة والإعجاب والاشتراك ما بيعملش حاجة للقناة أكتر من إن هو بيخليها تاخد مستوى أعلى في اليوتيوب وتظهر بشكل متكرر عند مستخدمين آخرين وتظهر عند أصدقائكم. وياريت تساعدوني في نشر الموضوع ده. نرجع للبرنامج. عاوزين نضيف جزء تحت كل فاتورة من الفواتير اللي احنا عملناها يشوف إن كانت الفاتورة دي فيها أصناف ولا لا. ده نعملها إزاي؟ هنضيف مربع نص ونكتب فيه بيساوي count، نفتح قوس ونحط فيه نجمة ونقفل نشوف اسمه ايه. نص 41 ونطلعه معانا بره هنا عن طريق الكود تاني. احنا قلنا نص 41 في W1 يبقى نص 41 في تابع W1 في W1 بيساوي W1 في نص 40. نشوف إذن الإضافة شكله عامل ازاي. نشوف اللي موجود معانا تحت، موجود خطأ. كده خطأ. نص 1 تابع 41. بيقول ان الاذن ده فيه 4 فيه 1 فيه 1 فيه 0. هنقول هنعمل شرط نقول فيه لو نص 37 ساوت 0 يعمل زن، والا يقول ان في اصناف يجب حذفها الاول. نبدا نعمل نفس اللي عملناه على باقي الفواتير. اذن الصرف والحركه الخارجيه نفس اللي عملناه هنا، حتى ممكن ناخده كوبي.
هنا اختلف الاسم شوية، نص 41 بدل 37. عشان نمنع التعديل على كود المورد وكود مسؤول الشراء وكود مسؤول الصرف وكود محل التركيب حال وجود أصناف داخل الفاتورة، بعد ما طلعنا كمية الأصناف اللي داخل الفاتورة، لو القيمة صفر يرفض التعديل. هنيجي هنا في كود المورد، وقبل التحديث نحط الكود، هنقول لو نص 41 سوى صفر يتنقل على طول، يعني في حالة نص 41 لو سوى صفر يعني مفيش أصناف في الفاتورة، لكن لو في أصناف يقول تحتوي الفاتورة على أصناف يجب حذف الأصناف قبل التعديل، لا يمكن التعديل، ويعمل دوسوميت كنسل انفل. ونفس الكود ده ننقله معانا في باقي النماذج، نفس الكود ننقله معانا هنا، ننقله في باقي الحقول. ناخد الكود كوبي عشان ننقله معانا في النموذجين الفاضلين. نموذج الإضافة، نموذج الصرف، في نموذج الصرف محل التركيب. نشوف الحاجات المشتركة، رقم الفاتورة ورقم الحركة طبعا ما بيكونش ظاهر، التاريخ ما بيكونش غير ممكن، كود مسؤول الصرف محل التركيب، يعني كود مسؤول الصرف ومحل التركيب بس، ورقم الفاتورة. نيجي على رقم الفاتورة ونروح على الحدث قبل التحديث، نشوف بس الاسم الاول، نص 41 برضه، يبقى نروح على رقم الفاتورة، الحدث، كنترول V، ونروح على محل التركيب قبل التحديث. كود مسؤول الصرف، إذن الإضافة، نشوف الرقم هنا، هنا نص 37، ناخد بالنا هنعدل نبقى نص 37، رقم الفاتورة. نص 37، نص 37، ناخد كوبي، نجرب اللي احنا عملناه، نروح على فاتورة فيها أصناف، نحاول نعدل،
اللي تحتوي الفاتوره على اصناف يجب حذف الاصناف اولا. طبعا قلت قبل كده السبب اللي خلاه هنا وقف على الفاتوره يعني لمجرد التعديل ما رفض ان انا اخرج من الخليه. قبل كده كنا بنعدل، ممكن نعدل مثلا لو مش نفس المستخدم ممكن نعدل، كان بيرفض لما نخش جوه، دلوقتي هو بيرفض لما نعدل على الخليه نفسها. وبكده نكون خلصنا الجزء ده، ونتقابل في الجزء الجاي ان شاء الله. اللي ما عملش متابعه يعمل متابعه للقناه، لو الحلقه عجبتكم اعمل لها اعجاب، لو لك تعليق او استفسار اكتبه تحت الفيديو، افتح اظهار المزيد لو في روابط تحميل، اشترك في القناه عشان يوصلك الجديد. ولسهوله التواصل عملنا صفحه على الفيسبوك، يشرفنا انضمامكم ليها، اكسس دروس فيديو، اعمل اعجاب ومشاركه للصفحه عشان يوصلك الجديد، ولو لك تعليق ممكن تكتبه. الفيديوهات هتنزل على الصفحه اول باول. من هنا الحلقه التاليه، ومن هنا الحلقه السابقه، ومن هنا واجهه القناه والفهرس. لو الروابط مش شغاله بلغني. حمل الفيديوهات على جهازك، ومن وقت للتاني تابع الجديد والتعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.